بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا على أمور الشريعة، اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس وذليلا في عيني، وانصرنا على جميع الخلائق، وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وسخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام، وسخرت الرياح والشياطين والجن والإنس لسيدنا سليمان عليه السلام، وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها لسيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته. وسخر لنا كل وزير وأمير ورعية، وسخر لنا كل بر وفاسق وفاجر، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بحق كافها يا عين صاد. فانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرنا علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في حضرنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طه طسين طسين ميم حميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حميم 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 حميم. دفعت بأمر الله تعالى كل بلاء وقضاء يجيء من هذه الجهات الستة، تأمن بإذن الله تعالى من جميع الآفات والعهاد. حميم 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 وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين
قاف حمايتنا آمين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا نور يا الله يا نور يا حق يا مبين. أكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني من عندك وأسمعني منك وأبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي اسمع دعاءنا ونداءنا بخصائص لطفك. آمين آمين آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا واسع العطايا يا دافع البلايا يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا مجمل الستر يا حليما لا يعجل
يا كريما لا يبخل، اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مجيب يا مجيب يا مجيب، أجب دعوتي واقض حاجاتي واغفر حوبتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حفيظ إلهي توسلت بكرمك الخفي، إلهي توسلت بهذا الحرز الأعظم أن تقضي جميع حاجاتي ومراداتي، وأن تدفع شر جميع أعدائي وحسادي الوحى الوحى الوحى، العجل العجل العجل، الساعة 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 بحق إهيا، أشراهيا أجب يا أرحم الراحمين. يا مجيب يا مجيب يا مجيب، أدعية مقهوري أعداء، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة، وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ، احفظنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا، واشفنا واشف مرضانا، وأصلح ذات بيننا، وأهلك أعداءنا، اللهم قهر أعدائي وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم وقصر أعمارهم وشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا قاهر ذو البطش الشديد، أنت الذي لا يطاق انتقامه، يا قاهر يا قهار، تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى